ايه التهريج ده يا مجدي؟ يعني ايه مدام يارا مش لاقيينها؟ مش عارفه يا فندم، انا خرجت دقيقه رجعت ما لقيتهاش. مش انا مأكد عليك وقايل لكم ان محدش يسيبها في الاوضه ولو لثانيه واحده؟ هو انت كنت بتتنيلي فين وسايبه شغلك؟ انت هتتجاز بسبب اللي بيحصل ده يا فندم. يا فندم راحت تجيب لها الدواء واستاذنت مني. استاذنت منك؟ ده استهتار. وليه محدش تاني راح يجيب الدواء اللي انتوا عايزينه ده؟ يا فندم عفاف متابعه حاله يارا هاني من ساعه ما دخلت المستشفى، ومن كتر اهتمامها بيها ما سابتهاش خالص ورفضت انها تسلمها لاي ممرضه تانيه. من كتر اهتمامها ايه يا مجدي؟ هو ده اسمه اهتمام؟ وما لو كانش فيه اهتمام بقى كان حصل ايه؟ انا هعرف منين بس يا فندم؟ دي كانت نايمه. بقول لك ايه، انا مش عايز رغي كتير، كفايه ان انا مستحملك واقفه قدامي دلوقتي. انا كل اللي عايز اعرفه مراتي راحت فين؟ اكيد الهانم لسه في المستشفى وما راحتش بعيد. بما انها لسه موجوده في المستشفى يا فقيق انت علمت الدكاتره، انا عايزكم تلاقوها لي وتقلبوا الدنيا لحد ما تجيبوها. انت فاهم ولا لا؟ حاضر يا فندم، حاضر. انت لسه واقف قدامي، يلا يا بيت اتفضل. يلا عفاف، يلا عفاف. وحسابكم كلكم معايا بعدين، بس بعد ما تلاقوها. هي يا فندم خارجه من الاوضه. هات كده كاميرا أربعة. مش دي الحضانات يا مجدي؟ أيوة يا فندم. طب هي الكاميرا اللي جوه رقمها كام؟ مفيش جوه كاميرا. يعني إيه مفيش جوه كاميرا؟ إحنا هنهرج يا فندم. الأوض ما فيهاش كاميرات بناء على تعليماتك. أهي خارجة أهي يا فندم، خارجة أهي. ده إيه اللي هي شايلاه ده؟ إيه ده؟ دي شايلة طفل يا فندم. طفل؟ ايوه شكله كده. هات كاميرا ستة او تمانية يا فندم. اسكت يا مجدي اسكت، دي شايله عيل فعلا.